بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيكم يا دكاترة؟ عودا احمدا بعد امتحان الميد تيرم، اتمنى يكون كان سهل ان شاء الله. يعني هنبقى نتعرض لبعض الاسئلة واجاباتها في الميد تيرم عشان تشوفوا الحلول صح ولا لا. طبعا هو مش محتاجين ان احنا نحفظ بقدر ما احنا نفهم الكلام اللي بيتشرح او الكلام اللي انتوا بتقروه في الكتاب. يعني بتجيلي اسئله كتير، يعني يا دكتور الحته دي نحفظها ولا لا، الجدول ده نحفظه ولا لا، الجمله دي نحفظها ولا لا. فاحنا كبرنا طبعا، خلاص بقى سيبنا الثانوي والاعدادي وكده، نظام التحفيظ والتلقين. انت تفهم المعلومة وبناء عليها بتجاوب، انت فاهم المعلومة ديت اللي موجودة في الكتاب او موجودة في الشرح، وبناء عليها بجاوب الام سي كيو او الترو فولس او الايه الشورت نوتس. لو في طبعا ان شاء الله في الفاينل مش هيبقى فيه شورت نوتس، هيبقى ماتشنج بس، هيبقى كله يعني كل الامتحان ام سي كيو ترو فولس وماتشنج. الدنيا يعني ما بقاش فيه ستريس اثناء المذاكرة، واحفظ كل كلمة واحفظ كل جدول، لا افهمه او افهميه وتجاوبي عليه باللي انت فاهماه بلغتك انت، تمام؟ ده بالنسبه طبعا لو كان في الامتحان في شورت نوتس زي ما حصل في الايه في الميد تيرم او الانيوميريشن دوت، اللي هو ايه عدد نقاط محدده مطلوبه. برضو من ضمن الحاجات اللي كنت بتسال فيها يا دكتور، هو مطلوب كام في الكونترا انديكيشن بالظبط، كام واحدة أعمل كام نقطة؟ طبعا الدنيا مش كده، يعني الدنيا مش كده، مش يعني مش بالنقطة هي، إنما إيه بعمل هايلايتنج. بتعملوا هايلايتنج للكونترا انديكيشنز اللي هي المهمة واللي انتوا قدرتوا تتحصلوها واللي انتوا قدرتوا تحفظوها وتفهموها. يعني اتكلمنا الحمد لله المرة اللي فاتت في محاضرة الهيتنج ايجنتس، وشفنا الموداليتيز المختلفة. أولا شفنا الفيسيولوجيكال افكتس اوف هيتنج، ايه اللي بيحصل، ان بيحصل هاي بريميا وبيحصل، وازاي بستخدمها في الانترفنشنز المختلفه زي ديكريزنج المسل سبازم وديكريز البين وهكذا يعني، تمام. والنهارده بقى ناخد العكس. طبعا عرفنا الميثودز اوف هيت ابلكيشنز زي الهوت باكس الشائعه الاستخدام، هتشوفوها لا تخلو عياده علاج طبيعي منها. اخدنا الفلويدو ثيرابي، عرفنا شكله عامل ازاي وهو عبارة عن ايه. اخدنا حتى الانفراريد ثيرابي، ما يعني ما عرجناش عليها، بس اتكلمنا ان هي ده نوع من الراديشن، راديشن توصيل الحرارة بالراديشن يعني انفراريد، لا زالت مستخدمة. اي نعم قلت قوي في العيادات، انما ستيل في بعض العيادات بتستخدمها. عرفنا البارافين واكس بيتجهز ازاي ويستخدم ازاي، تمام. ارجو طبعا الناس بعد الميد تيرم اي اسئله في بخصوص الهيتنج ايجنتس او عامه في كل المحاضرات اللي فاتت ابعتوها لي اول باول، وانا ان شاء الله، معلش سامحوني، انا بعتذر طبعا على ما وفيتش بوعدي بان انا اعمل لكم محاضره خاصه بالاجابه على اسئلتكم لضيق الوقت. لكن ان شاء الله هنبقى في محاضره، هي دي هتبقى المحاضره اللي قبل الاخيره، والمحاضره الجايه هتبقى المحاضره الاخيره، وبعدها ممكن هيبقى معانا a lot of time، مثلا هيبقى معانا اسبوعين ولا حاجه قبل الفاينل. عليكم بخير او كفالة الشر يعني. هيبقى في فرصه ان احنا نعمل مراجعه، محاضره مراجعه، او ممكن نعملها لايف ان شاء الله علشان نرد على اسئلتكم. فنبدا ان شاء الله كولينج ايجنتس النهارده، اللي هي بقى الكولد ابلكيشنز. بقى طبعا لا غنى عن الكولد ابلكيشنز ديت في عيادتنا، برضو في عيادتنا ما نقدرش نستغنى عنها، بالذات في الاكيوت كيسز، في الاكيوت انفلاميشن، عشان اعمل سبسايدنس للايديما اللي موجوده او الانفلاميشن اللي موجوده، وبالتالي هقلل البين زي ما هنعرف دلوقتي. ايه هي بقى الفيسيولوجيكال افكتس؟ زي ما اخدنا في الفيسيولوجيكال افكتس اوف
هيت، هناخد فيزيولوجيكال افكتس اوف كولد. فاكرين الرسمه دي؟ تمام، الرسمه دي اللي هي موجوده في الهيتنج، في الهيتنج ايجنتس. طيب هنعيدها تاني، هنعيدها بس فيما يخص الكولد ابلكيشن. فانا دلوقتي انا عندي البلاد تمبرتشر، البودي تمبرتشر لو هي قلت عن 36 درجه ونص او 36 درجه، طبعا النورمال بودي تمبرتشر لا من 36 ونص لحد 37 درجه ونص سيليزيوس. فلو قلت عن الكلام ده زي الجو البرد اللي احنا فيه دلوقتي، فبيحصل ايه؟ البودي تمبرتشر بيقل، فبيحصل ايه؟ يحصل فازو كونستريكشن، فازو كونستريكشن على المنطقة. يعني احنا لو هنتكلم على الجو البرد اللي حوالينا دلوقتي، الهايبوثالاموس بيتنبه. فلما بيتنبه، انا طبعا الجسم كله دلوقتي متعرض لبرد، كل جسمي بيتعرض لبرد دلوقتي بسبب برودة الطقس. يعني وصلت درجة الحرارة مثلا لو بالنهار مثلا توصل درجة الحرارة 15، بالليل بقى في عز التلج توصل درجة الحرارة أحيانا 7 في 5، يعني لسه شوية كده في قدام شوية في الشتاء، في البرد في شهر نص واحد، نص واحد وأواخر واحد كده بيبقى درجة الحرارة الصغرى بتبقى حوالي 5 و4 وفي 3 أحيانا. فالهايبوثالاموس بيتكون بيتنبه فيعمل لي شيفرنج، الرعشة، أحس بالرعشة، يعمل لي كونستريكشن، فازو كونستريكشن. يعمل لي الفازو كونستريكشن ده علشان يمنع الفيردر لوس اوف بودي هيت، فلا اشعر بالبروده اكتر. هو بيعمل لي فازو كونستريكشن فيمنعني الايه، ما يخليش الحراره تفقد في الجو عن طريق الكونفكشن، ويحصل شيفرنج في العضلات علشان تزود البلاد فلو، والثايرويد جلاند تزود الميتابوليتس علشان تزود انكريز البودي تمبرتشر، ترجع للايه، للهوميوستاسيس اللي احنا ايه عارفينها. تمام، فيعمل ريستوريشن اوف بلاد تمبرتشر، اوف بلاد تمبرتشر او بودي تمبرتشر يعني. تمام، عن طريق الايه، بيزود السيركيليشن الكلام ده كله. والعكس طبعا اخدناه في الهيتنج ايجنتس، في الفيزيولوجيكال افكت اوف هيتنج. ده لو انا بتكلم على الجسم ككل اتعرض لبروده الطقس زي دلوقتي، او لو انا ما او بروده الطقس زي دلوقتي. تمام، او مثلا لو حد دخل حب يتشطف يستحمى بميه ساقعه في التلج ده. تمام، هنعرف ليها فيرذر افكت دلوقتي. طيب لو انا بقى عرضت جزء معين من الجسم خلاص بان هو يحصل ان انا اعمل دايركت كونتاكت اوف كولد ابلكيشن على الهاند مثلا او على الني، ايه اللي بيحصل للسكين او للفيسلز دي؟ بيحصل لها فازو كونستريكشن، برضو نفس الكلام للسوبرفيشال بلاد فيسلز. تمام كويس. When a sufficient amount of cold blood flow through the general circulation stimulate، يحصل stimulation of hypothalamus. يعني ايه؟ يعني لو في منطقة، لو انا زودت كمية البرودة في المنطقة ديت، في المنطقة ديت وفي larger area شوية، يعمل لي stimulation للهايبوثالاموس فيدخل في السيركل اللي احنا اتفقنا عليها دي اللي فوق دي. لو انا عرضت لارجر اريا، او لو انا عرضت لوكالايزد اريا بس لفتره طويله للكولد ابلكيشن. خلاص، ليه؟ علشان كميه الدم اللي حصلها كولينج داون بالكولد ابلكيشن اللي انا عاملها في الاريا ديت بتسيركليت في البلد، بتسيركليت في البلد توصل للهايبوثالاموس فتعمل لي الايه، سيكونت او السيكويلي اللي هو اللي احنا قلنا عليه ده. تمام، يبقى اول فيسيولوجيكال افكتس، اول فيسيولوجيكال افكت اوف كولد ابلكيشن هو الفازو كونستريكشن، هو الفازو كونستريكشن. تمام كويس. لو انا زودت الفازو كونستريكشن بقى، قصدي لو انا زودت الكولد ابلكيشن دوت شويه، لو انا طولت تبقى برلونجد بيريود اوف تايم، خلاص يحصل لي ريسبونس مشهور جدا اسمه هانتنج ريسبونس. ده مهم جدا الكلام ده، ده في الثاني فيسيولوجيكال افكت. هانتنج ريسبونس ده عباره عن ايه؟ ان انا عرضت الجسم لارج اريا، لارج اريا من الجسم او اللوكال اريا لدرجه حراره، لدرجه بروده، درجه بروده لفتره طويله من الوقت. الفتره ديت طويله، الفتره دي ممكن توصل لاكثر من 20 دقيقه، من 20 ل 30 دقيقه. تمام، ما يحصليش فازو كونستريكشن بس، لا يحصل لي فازو كونستريكشن
فولود باي فازو دايلاتيشن علشان يسيركليت البلد، عشان يحرك لي السيركليشن فيجيب لي وورمر بلد للمنطقه اللي هي حصل لها كولينج داون. تمام كويس. فهو انا عندي هنا ده الفيسل ده كده النيوترال دايامتر بتاعه. هنا حصل فازو كونستريكشن بالكولد ابلكيشن، حصل برولونجد كولد ابلكيشن بالكولد بالبرولونجد كولد ابلكيشن او لارجر سيرفيس اريا اتعرضت للكولد ابلكيشن، فحصل فولد باي فازو دايلاتيشن اللي هو اسمه هانتنج ريسبونس، حصل فلاشنج للبلد للمنطقه اللي هي حصلها كولينج داون ديت علشان تعوض فقد الحراره، فما الانسان ما يتجمدش. طيب عشان ما احفظهاش افهمها ازاي؟ لو حد متعود يستحب بميه بارده في الشتا دي، تمام؟ طبعا اول دش بتبقى بينزل زي الصاعقه، يعني لو جربتوه لو حد قلبه جامد شويه ودخل يجرب القصه دي، بمجرد ما تطلع من الحمام كويس من الشاور اللي انت اخدته دهوت بتحس بدفء غير عادي، والعكس بقى صحيح لو انت اتشطفت بميه دافيه، تمام؟ وطلعت بقى في اللافية تحس انت سقعان بردان. ده ما حصلش ليه في الكولد ابلكيشن؟ يعني انت خارج من الشاور ده هوت اللي بالميه البارده في الشتاء بتحس بالفلاشنج، الدم كله حصل فازو دايليتيشن جنرالايزد فازو دايليتيشن في الجسم كله وانت خارج. ده الهانتنج ريسبونس اللي حصل لك دلوقتي في جسمك دوت، ان هو ايه في اول دش دوت سقعت جدا، وبعد كده بعد ما خلصت الشاور بتاعك تطلع ايه تطلع بره في الجو عادي، حصل فازو فولد باي فازو دايليتيشن، وده بيحصل له ايه بيلاست ايه لفتره. المسؤول عن الهانتنج ريسبونس ده هو اللي بيحصل حاجه اسمها اكسون ريفلكس. اكسون ريفلكس ان هو بيحصل ستيميليشن للنيورون من السيل بادي للاكسون بتاع السيل عن طريق الثيرمو ريسبتورز. فالثيرمو ريسبتورز ديت هي سنسيتيف اصلا للتمبرتشر، ودي فتروح تبدا الاكسون ريفلكس فتعمل فازو دايليتيشن. اتفقنا؟ يبقى المسؤول عن الهانتنج ريسبونس هو الاكسون ريفلكس اللي هو فولود باي فازو كونستريكشن، فولود قصدي اللي هو بعد حصل فازو دايليتيشن وقبلها كان حاصل فازو كونستريكشن ديو تو كولد ابلكيشن. تمام؟ يبقى ده تاني فيسيولوجيكال افكت. بيحصل امتى الكلام الهانتنج ريسبونس او قبل الهانتنج ريسبونس؟ عند 15 درجه سيليزيوس يحصل ماكسيمم كونستريكشن اوف ديرمال فيسلز. طب قلت عن ال 15 درجه سيليزيوس يحصل الهانتنج ريسبونس ده اللي هو زي ما اتفقنا ايه كونستريكشن فولد باي دايليتيشن. خلاص كويس. طبعا مش عايزين نقول ان هو عند 0 ديجري تبقى الهانتنج ريسبونس عالي جدا عشان يعوض فقد الحراره من الجسم. كويس. طيب بتفضل قد ايه او بيوصل الدبث بتاعها، بيوصل الدبث بتاع الهانتنج ريسبونس او بتاع الكولد ابلكيشن، الدبث بتاعي ما يوصلش لاكتر من 4 سم، من 1 ل 4 سم سبكتينيسلي. كويس. طيب بعد كده فيزيولوجيكال افكت الثالث اللي هو الفيسكولاستيك بروبرتي. عايزين نعرف الفيسكولاستيك بروبرتي ايه اللي بيحصل لها. لو انتوا فاكرين في الهيت ابلكيشن الفيسكو الاستيك بروبرتي بتزيد، بيحصل اكستنسبيليتي اوف كولاجين تيشو فتقدر تعمل ستريتشنج بسهوله. هنا العكس، فيسكو الاستيك بروبرتي بتقل الالاستيستي وبتقل الفيسكو وبتزيد الفيسكوزيتي. طبعا كل ما يزيد الفيسكوزيتي اعرف انا عارف كل ما تزيد الفيسكوزيتي كل ما تبقى الالاستيستي بتقل بتاعتها، لان هو الموفمنت زي لو انتوا فاكرين في الاندر ووتر اكسرسايز كل ما الفيسكوزيتي اوف ووتر بتزيد الموفمنت فيها بتقل، الموفمنت فيها بيحصل ايه ريزيستنس. تمام. يعني انت مثلا لو انت الفلويد لو انت حركت ايدك في زيت زي لو حركت ايدك في ميه، طبعا الميه اسهل. ليه؟ لان الفيسكوزيتي بتاع الاويل اكتر من الفيسكوزيتي بتاعت الميه. فهو نفس هنا الكلام، ليه فيسكولاستيك بروبرتي بالكولد ابلكيشن بتقل البروبرتي ديت وبتزيد الايه الفيسكوزيتي. طيب اخر حاجه الميتابوليك ريت بيقل بالكولد ابلكيشن، يحصل سلوينج داون للميتابوليتس اللي هي بتحصل، ودوت بيبقى سورس اوف ديكريزنج البين علشان الميتابوليتس اللي هي الايه اللي بتقل ديت اثناء الاكيوت ستيج. ده بالنسبه للفيسيولوجيكال افكتس.
كويس. الـ intervention goals زي ما احنا اخدنا في الـ heating agents في goals of treatment. طبعا انا مش بستخدم الهيت لوحدها، لا انا بستخدم معاها حاجات تانية، therapeutic exercise, mobilization، بستخدم بعمل strengthening exercise، العيان بيعمل اوتو باسيف، نفس الكلام الكولد ابلكيشن انا مش بستخدمه لوحده، لا بستخدمه اسوشيتد مع حاجات ايجنتس تانية انا بستخدمها، strengthening exercise، stretching exercise. تمام كويس. فايه هي بقى الجولز اللي انا ممكن اعالج بيها او استخدمها في الكولد ابلكيشن؟ ان انا اقلل الاديمه، ان انا اقلل البين، ان انا اقلل المسل جاردنج، ان انا اموديفاي اعمل موديفيكيشن للمسل سباستيستي. خلاص كويس، ناخد كل واحده بالتفصيل. محاضره النهارده لذيذه جدا وسهله جدا، ويعني هتخلص بسرعه ان شاء الله. ايه هي الافكس او الميكانيزم اوف اديما ريدكشن؟ اللي هي اول حاجه اديما ريدكشن، ان هو بيعمل انهبيشن اوف فلويد اكيوميليشن جوه السيل. ازاي الكلام ده؟ هوت بيزود الدايمتر اوف فينيولز. ده الكولد ابلكيشن بيعمل كده. خلاص، يعني بالابحاث وجدوا ان الدايمتر بتاع الفينيولز دي اللي هي تصغير كلمة وريد، اللي هو الأوردة الدقيقة جدا، الفينيولز دي بتتحد مع الأرتريولز جوه السل، جوه كل سل في النسيج بتاع الجسم، خلاص، علشان يعمل بلاد اكستشينج، الويست برودكتس وهكذا. طيب فانا لو انا عندي الأرتريولز دي اللي هي بتجيب لي الدم، الشعيرات الدقيقة، أرتريولز تصغير أرتري، الأرتري دوت بينقل البلاد الاكسجينيتد بلاد للسل، صح كده، او للاورجن، فالارتريولز ينقلها للسل او ينقلها للتيشو اللي موجود في الاورجن دوت. تمام، فمعنى كده ان الدم المتوارد من الارتريولز هيبقى اكتر، فلو مش بيتصرف بالفينيولز، الفينيولز اللي بترجع الفينس ريتيرن تاني للفين الكبير، والفين يرجعها للايه للهارت تاني عشان يحصل له اكسجينيشن تاني. فدلوقتي انا علشان اقلل الاديمه اعمل ايه؟ ازود الديامتر اوف فينيولز، واقلل او اخلي الديامتر بتاع الارتريولز زي ما هو، وده اللي بيعمله كولد ابلكيشن بالابحاث اللي ايه اثبتت الكلام ده. خلاص. ايه كمان؟ الكيميكال ايرتنتس بيحصل بتبقى بتقل، يعني less accumulation of metabolites، chemical irritants دي the source of pain. خلاص كويس. The best application of cold ان هو يبقى مع combined with compression. مش احنا اتفقنا ان في اي acute injury بعرض الليمب لحاجه اسمها برايز منها او رايز. خلاص، رايز اللي هو رابنج، اللي هو واليفيشن وكمبريشن. كومبريشن انا اكمبريس علشان اقلل الاديمه، فانت لو انت طبقت لي الكولد ابلكيشن مع كومبريشن ده بيماكسمايز اديما ريدكشن، تبقى حاجه هايله جدا، تبقى ممتازه في موضوع الاديما ريدكشن. تاني حاجه بين ريدكشن، اقلل البين. فاكرين الهيت كان بيقلل البين ازاي؟ فاكرين الجيت كنترول ثيوري او البين جيت ثيوري، اللي هو الهيتنج ايجنت بيستيموليت اللارج دايمتر فايبرز، فيعمل لي يقفل لي بوابه البيرسبشن اوف بين. فلما يجي البين ستيمولس، الرسمه بتاعت البرين لو انتم فاكرينها في الهيتنج ايجنت، يجي البين ستيمولس يجي عن طريق السي فايبرز، فما يلحقش يوصل، فيلاقي البوابه مقفوله، فما يحصلش بيرسبشن، فما يحصلش بيرسبشن اوف بين، ما يحسش البيشنت بالبين. نفس الكلام الكولد ابلكيشن بيعمل نفس الكلام دوت. تمام، بالاضافه طبعا للكاونتر ايرتنت اللي احنا قلناها، فبيشيل الويست برودكتس الموجوده من بالكولد ابلكيشن. خلاص، بيعمل ايه كمان؟ زي الهيت ما عمل، بيعمل اليفيتنج بين ثريشولد. الاليفيتنج بين ثريشولد ده مش معناه ان هو بيزود البين كده، لا، البين ثريشولد هي المده اللي بيها اقل مده يشعر بيها الالم، يشعر بيها الانسان بالبين، خلاص، او يحصل بيرسبشن اوف بين.
فلو انا طولت المده دي يبقى انا كده ده مكسب ليا، لو انا طولت مده الشعور بالالم يبقى ده مكسب ليا. فعشان كده elevating pain threshold، واللي مش فاكر يرجع للرسمه بتاعه الاكشن بوتنشال يعرف الثريشولد ايه، هي عباره عن ايه بالظبط. كويس تمام. انالجيزي طبعا قلنا عن طريق البين جيت ثيوري، ديكريز ستيبيليشن اوف ميكانوريسبتورز، ميكانوريسبتورز ديت دي الريسبتورز المسؤوله عن البرسبشن اوف بين، اول حاجه بتلقط البين. خلاص طبعا هنا بيحصل اندايركت انكريز اوف موبيليتي، جوينت موبيليتي او رينج اوف موشن. واحد يجي يقول لي انت ازاي كولد ابلكيشن تستخدمه في انكريزنج البين انكريز الجوينت موبيليتي، عن طريق ان انا بعمل بين ريليف، فانا اقدر، فالبيشنت ما هو دلوقتي البيشنت ده هو عنده اللوس اوف موفمنت ده واللوس اوف رينج اوف موشن ديو تو حاجتين، اول حاجه عنده بين فمش قادر يكمل الرينج بتاعه، او ان في ستيفنس. حلو، الستيفنس هيتعالج بالهيت ابلكيشن والموبلايزيشن اللي احنا عارفينها، اوكي، والباسيف رينج اوف موشن. طيب البين هيتعالج برضو بالهيت، بس الكولد هنا بيشترك معايا في ان انا اعالج بيه البين فيزود لي الرينج اوف موشن بالطريقه دي. اوكي كويس. تالت حاجه ريدكشن اوف ماسل جاردنج، قصه الماسل جاردنج برضو نفس زي ما حصل في الهيتنج ايجنت، الكولد ابلكيشن يحصل بان هو بيكسر الدايره بتاعت البين سبازم بين سايكل دي، بيكسرها في حته البين ريليف. انا طالما عملت بين ريليف فانا كده قللت المصل سبازم، ان البين ده البين الاول ده قل، فالسبازم يقل اللي هو المصل جاردنج اللي احنا بنتكلم عليها. لو فاكرين المصل جاردنج نفكركم بيها تاني، المصل جاردنج ده لما يحصل اكيوت انجري في ليجن موجود يحصل جاردنج مصل سبازم، كل الانتاجونست والاجونستيك ماسلز بتشد بتسبازم علشان تمنع فيرذر موفمنت اوف ذا جوينت، فتمنع فيرذر بين. حلو. طيب هي مشكله بقى ان البين سبازم بين سايكل دي، ان البين يؤدي للسبازم والسبازم يؤدي للبين وهكذا، البين يؤدي للسبازم، تبقى دايره مغلقه. فلو انت نجحت في انك انت تكسر او تعمل بين ريليف فانت كده خلاص ايه، فتحت الدايره المغلقه دي. اوكي طبعا زي ما اتفقنا مش الكولد، علشان ما احملش الكولد ابلكيشن ما لا يحتمل، الكولد ده adjunctive treatment in association with modality of treatment تانية. ممكن تستخدم الالكترو عشان البين كيلر، كبين كيلر زي ما انتوا بتدرسوا في الالكترو بتاخدوا التنس. خلاص ممكن اعمل موبلايزيشن جريد 1 و2 علشان اريليف البين. خلاص يبقى احنا اتفقنا ان الكولد ده، خلي بالكو الكولد لو طالما احنا قلنا ان هو في الاكيوت انجريز، انت ممكن تستخدمها بعد الموبلايزيشن اللي انت تستخدمه. يعني مثلا انا عندي حاجه اسمها، لو انتوا فاكرين الكابسولار اند فيل وعايز ازود الرينج اوف موشن وفي ني، انا عندي مثلا العيان بيجيب حصل له فراكشر سوبرا كوندايلر فراكشر فيمر، ف وتثبت ببليت اند سكروز، هتاخدوا الكلام ده ان شاء الله في سنه رابعه في قرصه، وفضل فتره، فضل 3 شهور ما يتيش ركبته، فتعالى انت بقى عند 90 درجه ومش راضي يتني ركبته خالص، دخل في كابسولار اند فيل. الكابسولار ده تقعد تعمل تتني في الركبه بس في رينج اوف موشن عنيف جدا جدا جدا، لازم تدوس على العيان عشان تجين رينج. حلو حلو. انت دلوقتي بعد ما انت عملت الكلام ده اهوت في اخر السيشن، انت ممكن تستخدم الكولد ابلكيشن على الني علشان الافيوجن اللي ممكن يحصل، ده وارد جدا يحصل بالموبلايزيشن العنيف اللي انت استخدمته، بس بشرط طبعا انت مش هتعمل موبلايزيشن الا لما تطمن ان الكسر لم تماما. الكسر تعرفه لم تماما ده هو تعرفه من الاكس راي او راديولوجيكال ستادز، زي ان شاء الله ما هتعرفه في راوند اورسو بالتفصيل في سنه رابعه. فممكن ساعتها تستخدم الكولد ابلكيشن عشان تسبسايد البين اللي عنده الشديد ده هو اللي انت سببته له واللي لازم منه علشان تجين رينج، تجيب رينج فليكشن. خلاص وعشان تسبسايد الاديما او الافيوجن اللي حصلت في النيل، اتفقنا؟ يبقى انت ده كولد ابلكيشن ممكن تستخدمه في عيادتك بعد جلسه الموبلايزيشن اللي انت استخدمتها للعيان. نفس الكلام في الالبو، نفس الكلام في اي مكان، في الريست مثلا عايز تزود الرينج الفينجرز اند سو اون. كويس. طيب ايه كمان، ايه الميكانيزم برضو بتاع اللي هو الماسل جاردنج، ان هو في حاجه اسمها ماسل تايتنس، هل ليها علاج بالكولد ابلكيشن؟ ليها علاج، ان انت لما تعمل سيدتيف افكت او سيديشن او انالجيزيا
للمصل اللي انت عايز تو بي ستريتشد، بعدها على طول تروح عامل الاسترتشنج جيت اللي طبعا بعد الكولد ابلكيشن دوت علشان تستفيد من السيديشن ده او الانالجيزك افكت. لو انتوا فاكرين لما بتشوفوا اللعيبه مثلا بيحصل لهم شد عضله كرامب مثلا في الملعب، بينزل اخصائي علاج طبيعي او بينزل الاورثوبيدست ولا حاجه، بينزل يعمل فابو كولنت سبراي على العضله ويروح شددها، يعمل لها ستريتش فابو كولنت سبراي كده يرش على العضله من الاوريجن الانسرشن بتاعها، وبعد كده فولد باي ستريتش. هو نفس هو ايه الفكره بتاعتها، ان انا بعمل انرجيزك افكت عشان اعمل ايه، افك المسل تايتنس او الكرامب اللي حصل للهامسترنج مثلا مسل، او حصل للادكتور ماسلز او سو اون، او للكاف ماسل. تمام. اخر جول اوف تريتمنت بالكولد ابلكيشن حاجه اسمها موديفيكيشن اوف ماسل سباستيسيتي، وخلوا بالكم من دقه التعبير موديفيكيشن مش ديكريز، او في ديكريز بس ايميديت ديكريز اوف ماسل سباستيسيتي. اصل السباستيسيتي دي زي ما هتعرفوا في النيورولوجي ان شاء الله، السباستيسيتي دوت بيبقى ابر موتور نيورون ليجن، يعني عيان لو حد شاف منكم عيان هيمبليجيا او ستروك، هيمبليجيا يعني شلل، عنده شلل نصفي، وهتيجي تعمل له مثلا وهو عنده سباستيستي، اصل ممكن في هيمبليجيا ما عندوش سباستيستي خلاص بيبقى فلاسيد. فبيشنت تاني اللي هو سباستيك او الاطفال الصغيرين لما تاخده في البيدياتريك ان شاء الله، اللي هم الناس اللي سباستيك دايبليجيا، فخلينا في الهيمبليجيا، عيان عنده هيمبليجيا وانت بتيجي تعمل له باسيف البو اكستنشن، باسيف البو اكستنشن. كل ما تعمل باسيف البو اكستنشن تلاقي فيه ريزيستنس من المصل، العضله بتشد اجينست يو، تمام، وتزيد الريزيستنس بتاعت المصل دي كل ما تزود الموفمنت، كل ما تزود الموفمنت سرعه الموفمنت. يعني لو انت عملت مثلا او انت عملتي مثلا البو اكستنشن فجاه، ما تعرفيش الاسباستيسيتي دي تمنعك انك انت تفردي الكوع للاخر، تمام. فده معنى ده الاسباستيسيتي، هو حاجه اسمها ابر موتور نيورون ليجن. يمكن اخدته في النيورو اناتومي تعرضته ليها، ان هو لوس اوف كنترول من المصل من المصل ان هي كونتراكت ويل، فتبقى هي مشدوده طول الوقت. ده طبعا انت ما تقدرش، دي حاجه في البرين، ابر موتور نيورون ليجن مش لور موتور نيورون، خلاص. طيب الكولونس حاجه شبهها كده، ده سبازموديك كونتراكشن في الاجونست والانتاجونستك ماسلز، دي بتبقى باينه قوي في برضو ابر موتور نيورون ليجن. ده نتيجه ان في هايبر اكتيف ستريتش ريفلكس، هايبر اكتيف ستريتش ريفلكس. عارفين الستريتش ريفلكس؟ الستريتش ريفلكس عباره عن ايه؟ هي اولا بتحصل في الانكل، اكتر حاجه بتحصل في الانكل، لو انت جيت حركت عملت الصدن، الناس اللي عندهم كولونس دوت ممكن تلاقيها في عيانين هيمبليجيا برضو، هتاخد ان شاء الله الكلام ده بالتفصيل في اليورو. لما تيجي تعمل صدن دورسي فليكشن في الانكل، خلاص تلاقي الفوت عماله تتحرك معاك في دورسي وبلانتر فليكشن كده سريع تحت ايدك، بيحصل alternating antagonistic reaction حصل بسبب الاسترتش ريفلكس. ايه هو الاسترتش ريفلكس؟ لما تيجي تعمل تيبنج باتيلر تيبنج اللي هو الباتيلر تيبنج اللي هو او باتيلر ريفلكس مثلا، مش بالشاكوش او بالهامر بتاع بالهامر، فبيحصل اكستنشن في النيد ديو تو الاسترتش ريفلكس، تمام. بس بتحصل مره واحده وبتسكت. هنا بقى بيحصل alternating استرتش ريفلكس في الكولونس ده، لما تيجي تعمل سادن دورسي فليكشن تلاقيها بتروح في بلانتر ودورسي بلانتر بترعش كده، هو حركة سريعة جدا، ده اسمها كلونس. طيب ايه بقى بمناسبة الكلام ده كله، وجدوا بان الكلونس دي بالابحاث طبعا لو تعرض البيشنت لكولد ويربول درجة حرارة 18.3 او 65 درجة فهرنهايت لدقيقة، خلاص الولد وجدوا ان في تشينجز او حصل موديفيكيشن او حصل ديكريز للكلونس دي، بس مش بيرمننت دكاترة، لا for several hours، خلاص. فالكولد ابلكيشن هي ممكن تستخدم في ايه، في موضوع الايه الكلونس، او اعمل موديفيكيشن للمسل سباستيستي. طيب بس هستغل الكلام ده في ايه بقى، من ضمن المشاكل الجامده جدا او الكومبليكيشنز اللي بتقابلنا وهتقابلكم اثناء تريتمنت العيانين عندهم
الكلونس او اللي عندهم سباستيستي دولت، انك انت ما تقدرش تكسر حاجه اسمها تكسر السباستيستي، تمام؟ عشان يعمل اكسرسايز معين، عشان يعمل مثلا اكتيف البو اكستنشن مثلا. فايه الحل؟ الحل ان انا اعمل له كولد ابلكيشن فولود باي، هيقدر ساعتها يعمل الاكسرسايز بسهوله لان السباستيستي اتكسرت الى حد ما، تمام؟ فده يعني دي ميزه يعني من ضمن الكولد ابلكيشن. بس طبعا زي ما احنا اتفقنا دي مش بيرمننت ديكريز اوف ماسل سباستيستي، عشان كده قلنا موديفيكيشن اوف ماسل سباستيستي اند كلونس. ماشي يا شباب؟ كويس. ايه بقى الميثودز اوف كولد ابلكيشن؟ احنا لما قلنا الميثودز اوف هيت ابلكيشن فاكرينها البارافين والهوت باكس اللي هي في الهيدروكوليتور والفلويد والثيرابي وهكذا. هنا بقى في ايه؟ ايس مساج، هنشوف شكلها دلوقتي او بتتعمل ازاي. كل الحاجات دي شيب اصلا سهله. كولد باكس دي عباره عن كمادات تلج. كنترولد كولد يونتس دي بيبقى الميزه معاها فيها كومبريشن، فيها كومبريشن سليف كده. وكولد اور ايس باث باثز ده اميرشن تكنيك، ده ممكن نستخدمه في ويرل بول تانك عادي، تانك عادي او حتى في البيت ممكن. هنشوفها دلوقتي. خلاص، يبقى الثلاثه دولت نون اميرشن تكنيك. نون اميرشن يعني لوكالايزد، مش مع لا اميرشن. انما الرابع ده كولد اور ايس باث باثز ده اميرشن تكنيك. الايس مساج او اللي بيسموها ايس كيوبد مساج بتتعمل ازاي؟ الستايروفوم جلاس ديت، الكوبايه ديت كوبايه بلاستيك عاديه خالص بتتباع مش عارف شيلن ولا بايه، تشتري كميه عندك بتبقى في العياده وبتملاها ميه وبتحطها في الفريزر. شايفين التانج ديبريسور ده؟ ده تانج ديبريسور اللي هو بتاع طبيب الاطفال، خافض لسان، بيحط فيها بتحط في التلج وفي الكوبايه وتحط في الفريزر. عندك تو اوبشنز، لا اما تمسك الكاب ده اهوت وتعمل مساجنج، ده مثلا الريست اهوت، في ريست مثلا انفيوجن، ريست انفيوجن بعد مثلا اكيوت انجري، فهو عايز يعمل مساجنج افكت، فبيدوس بيعمل زي كانه بيعمل الترا ساوند كده. خلاص، يبقى التو اوبشنز ايه هو؟ اللي هو يمسك الكوبايه ببلاستيك ده كانسليتور علشان طبعا الكولد ما ياثرش على ايدك انت كثيرابيست، او الاوبشن الثاني الستيك اللي انت اللي هي او التانج ديبريسور ده تمسك منها وتعمل الابلكيشن دوت زي ما الصوره زي في الصوره الثانيه دي كده، تمام؟ طيب المده بتاعتها قد ايه؟ من 5 ل 10 دقائق. بستخدمها للسمول ارياز زي تريجر بوينتس، في حاجه اسمها في المصل كده اهوت. تيجي مثلا هتلاقوا معظمكم، مش معظمكم، هتلاقي في كتير من بالذات الفيميلز عشان الشنطه اللي بيشيلوها كده، هتلاقي في عند الاوريجن اوف ليفيتو سكابيولي ماسل عند السوبيريو انجل اوف ذا سكابولا كده، تلاقي في كلكيعه صغيره دي اسمها تريجر بوينت جوه المصل. جوه المصل تبقى بينفول قوي، خلاص بتريجر بين، ممكن بيسمع في الشولدر كله، بيسمع في البصل في النك، تمام؟ التريجر بوينتس دي ممكن في اي مكان تاني، ممكن تبقى في الرومبويدز ميجور اند ماينور، ممكن في الميدل ترابيزيوس، خلاص، ممكن في الابر ترابيزيوس، الابر ترابيزيوس ماسلز دي ممكن يحصل فيها تريجر بوينتس. فانت بتيجي تعمل ابلكيشن ومعاها مساج، فبتريزولف التريجر بوينت ديت، تمام؟ يبقى ده الايس مساج. النوع الثاني من الـ الكولد او الكولينج ايجنتس اللي هو الكولد باكس، دي بقى عامله زي الكمادات السخنه بس دي جل، يعني دي الباك دي مليانه جل، فيها جل زي ما انتم شايفين كده اهوت، بتتحط، هي رخيصه جدا على فكره، بتتحط في الفريزر بتاع الثلاجه وبعدين لمده 10 دقائق وبعد كده تطلعها، بتبقى ديت ايه ثلاجه. ممكن يبقى فيها ما تبقاش مكعبات تلج، ممكن يبقى فيها كراشد ايس اللي هو التلج المجروش. التلج المجروش ده ميزته ان هو بيتحط ياخد الكونتور بتاع الريست، مثلا لو انا عايز استخدمها على الفينجرز او على الهاند، فده بياخد لي نفس الشيب بتاعها كونتور، انما الكيوب صعب ان هي تاخد نفس الكونتور يعني. يبقى ده الكولد باكس، تمام؟ ممكن تتعمل عندك، لو انت عندك ثلاجه في العياده في البيت، ممكن تقول للبيشنت يعملها لمده 10 دقائق اند سو اون. بعد كده في حاجه اسمها كنترولد كولد يونتس بقى او كرايو كاف. ليه كرايو كاف؟ لان هو كاف دي اللي هو بيسموها اللي هي ايه،
عامله زي جهاز الضغط كده، بتضغط بتضغط مع التلج. اليونت دي، اليونت دي فيها ميه، ميه ساقعه او تلج، والخرطوم ده متوصل بالجهاز، بيعمل الهواء، الهواء دوت بينفخ السليف ديت، فيعمل لي كومبريشن ات ذا سيم تايم، بيعمل ايه الترناتيف بامب كولد ووتر اند اير في السليف دي اللي هي حوالين الركبه. خلاص. طيب درجه الحراره المستخدمه ايه؟ من 10 ل 25 درجه، درجه سليزيوس. طبعا 25 ده كتير، تمام؟ يعني انا عايزها كولينج، عايز كولينج 10، عايز 11 12 اند سو اون لحد 25 درجه سليزيوس، عشان يعمل لي كولينج وفي نفس الوقت يعمل لي كومبريشن ات ذا سيم تايم، احنا عشان يقلل لي الايفيوجن، ان ايفيوجن او اديما. خلاص. ده مثلا ليه في الشولدر اهو، ده للشولدر اهوت، ادي اليونت اهوت قاعد. طبعا البيشنت مستريح جدا وساند ظهره وكتفه طبعا ايه عمال يتلج مع الكومبريشن طبعا اللي هو بالسليف دي. بستخدم الكنترولد كولد يونتس ديت امتى؟ immediately بوست اوبرتيف، تبقى جميله جدا عشان في انفلاميشن بوست اوبرتيف موجوده. يعني لو عيان مثلا، العيان ده مثلا لو هو عنده فراكشر هيومرس مثلا، وانا لفيت ده على الكتف، تمام، هو عنده فراكشر ميد هيومرس مثلا، الشافت اوف هيومرس حصل لها فراكشر ومركب بليت اند سكرو، وانا عايز احرك الشولدر ده، فانت حضرتك حط لي، لف لي الكاف دهيت واعمل الكنترول كولد يونت، او هات اي كولد ابلكيشن واشتغل، اعمل جنتل موبلايزيشن وريلاكس، جنتل موبلايزيشن وريلاكس طبعا عشان ما اعملش ديسبيسمنت للفراكشر ده. الالبو اقدر اعمله على الالبو، اقدر اعمله على الني. يبقى اميديتلي بوست اوبرتيف علشان الاديمه او الافيوجن، وعشان تسبسايد الانفلاميشن اللي موجوده دي. اخر حاجه اللي هو الاميرشن تكنيك، احنا قلنا الثلاثه اللي فاتوا دولت كان نون اميرشن تكنيك عشان لوكالايزد بحطها على الجسم، انما هنا بقى اميرشن تكنيك اللي هو الكولد اور ايس باث. بعمل ايه؟ بيستخدموا البارشالي ميلتد ايس كيوبس موجوده في الميه طبعا في الويرل بول او اي بول، لو حتى في عندك في البيت ممكن تعملها، تمام. واعمل اميرشن اوف الاكستريميتي، الديستال اكستريميتي، الالبو اند هاند اند ريست، ده طبعا لو immediately بعد العملية، بس طبعا لما يكونش في السيوتشر، تكون تبقى السيوتشر بعيدة، تبقى بعيدة عنها. لكن انا لو انا مثلا، لو انا لقيت مثلا في هاند ايديما، وبعد مثلا بعد عيان سوبرا كوندايلر فراكشر، طفل صغير بس، ممكن اعمله وفي هاند ايديما، ممكن اعمل اميرشن للريست ديت او نص الفور ارم بالريست في الكولد ابلكيشن دوت، تمام. طبعا لازم اخلي بالي جدا، لسه هناخد دلوقتي البريكوشنز بتاعتنا او اثناء الابلكيشن، اخد بالي جدا من موضوع السنسيشن، واسال البيشنت على طول باستمرار ايه الاخبار. المفروض ان العيان يحس بنمنس، بس البروده توصل للنمنس، نمنس يعني خذلان، مجرد ما يحصل خذلان او قبل ما يحصل خذلان على طول يرفع البيشنت ايده من الميه الساقعه. درجة الحرارة بتبقى كام؟ 13 ل 18 درجة سليزيوس، تمام؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى، اللي هو الـ intervention guidelines. ايه هي بقى الـ guidelines اللي امشي عليها، اللي امشي عليها اثناء الـ cold application انا كثيرابيست؟ اول حاجة بشرح الطريقة للعيان زيها زي اي حاجة بعملها. انا باجي حتى الـ exercise، والله انا هعمل لك اكسرسايز الفلاني علشان اقوي العضله الفلانيه، بس سترينثنج اكسرسايز، او انا هعمل لك ستريتشنج اكسرسايز، ما اجيش على طول اهجم على العيان واقول له يلا نام، يلا ارفع رجلك، يلا اتني رجلك، يلا انا لا هعرفه. احنا والله دلوقتي انا عايز اتني، هتلاقي البيشنت اصلا بيبقى بيخاف، اي بيشنت بيخاف من اي، مثلا بقول لكم ابسط حاجه اللي هو المانوال تريتمنت، فيا بال بقى لو انت هتشغل عليه جهاز مثلا جهاز الكتروني، يقول لك يا دكتور انت كهربني، ما تخافش يا عم ما تخافش، انا هنعلي بالراحه، انا الجهاز ده هو اول ما تحس المفروض هتحس بنملك ده هو في ايدك، اول ما تحس بيه قول لي على طول، تمام. لازم تشرح له الموداليتي اوف تريتمنت الاول. نفس الكلام الكولد ابلكيشن، بالذات الكولد ابلكيشن دوت، العيان في عيانين كتير مش بيحبوا التلج،
تمام. فبتيجي تشرح له الاول الايه الموداليتي اوف تريتمنت او الهدف منها ايه واي بريكوشنز، وتقول له طبعا ايه انا تقول لي ده، تقول لي لو في مثلا حاسس بلسعه او اي بيرنينج سنسيشن تقول لي على طول. طبعا ممكن يحصل حرق من الكولد ابلكيشن لو فضل برولونج التايم. ايه كمان؟ البادي ميكانكس او البيشنت بوزيشننج، يبقى في الكومفورتبل بوزيشن للاريا اكوردنج للاريا اللي انا عايز اعمل لها تريتمنت. خلاص سبورتنج الاريا تو بي تريتد، تمام. الاينمنت اوف ذا اريا ريلاكسد نيوترال اور ستريتش، على حسب ما انت عايز، على حسب ما انت عايز ايه، مش ما انت عايز بمزاجك، لا اللي هو التريتمنت جول. يعني انت مثلا عايز تستريتش ماسل تايتنس، فهتحطها ممكن تحط كولد ابلكيشن وهي العضله في الستريتش بوزيشن، بمعنى مثلا ابر ترابيزيوس هتعمل له هتعملها له انت عايز تعملها ستريتش، او عايز تريليف التايتنس دوت او تيلونجيت الماسل دي تعملها ستريتش، فتعملها من سيتنج ولا تعملها من تعملها من سيتنج ولا من سوباين؟ هتعملها من سيتنج، هو العيان سيتنج لانها تبقى في الشولدر، هتبقى في الهانجد بوزيشن في البريست، فهتبقى انت كده عامل ستريتش اوريدي على الابر ترابيزيوس وانت حاطط كولد ابلكيشن بقى كمان. ما ينفعش بقى اعمل لنفس العيان من سيتنج للجاردنج، لو انا عايز افك سبازم جاردنج ماسل سبازم لنفس العضله، الاقي العضله مزلطه جدا الابر ترابيزيوس ديت، لا يبقى انت كده في ساعتها بقى تنيمه سوباين، في تبقى في النيوترال بوزيشن او في ريلاكسد بوزيشن. مفهوم الحته دي؟ كويس. طبعا لو في اي جيولري او لابس اي معادن اي حاجه خواتم بتاع يشيلها قبل التريتمنت، لازم يبقى في فيجوال انسبكشن، اعمل اسسمنت للسكين انتجريتي، لو في اي ووند اخلي بالي من كده طبعا، ما ينفعش احط ووند كولد ابلكيشن على الووند على طول، الا هو لو هي كلوزد ووند او متخيط، عشان كده اسمها سكين انتجريتي بعمل لها اسسمنت. خلاص لازم اشوف طبعا تيشو ريسبونس، لازم اتابع البيشنت على طول بري وان بتوين او ديورينج وبعد الايه الانترفنشن، لازم اتابع اقول لو انت حسيت باي انكمفورتبل بوزيشن او انكمفورتبل سنسيشن قول لي على طول. اوكي. طيب زي ما احنا عارفين في اي تريتمنت او اي موداليتي بستخدمها ليها بريكوشنز وكونترا انديكيشنز وانديكيشنز، طبعا انديكيشنز اللي فاتت اللي احنا قلناها في وسط الكلام. البريكوشنز بتاعت الايه الكرايوثيرابي، بريكوشنز يعني هل ما اجيش جنبها؟ لا، العيان اجي جنبه يشتغل بس with بريكوشن، يعني باحتياطات. مثلا عيان عنده سنسوري ديفيسيتس زي عيانين مين؟ دايبيتس، لازم دوت. عشان كده لازم يا شباب انا كثيرابيست عيني في وسط راسي، ده على فكره نصيحه عامه مش خاصه بس بالكولد ابلكيشن او بالهيدروثيرابي، بالهيدروثيرابي لا، باي تريتمنت موداليتي باي حاجه، انت تاخد شيت محترمه، تاخد شيت من عيان محترم، تاخد هيستوري تيكينج، تمام. ده اول حاجه من الاكزامينيشن، او بتعمل انترفيو مع البيشنت، البيشنت بيعمل معاك انترفيو وبتساله على البريفيوس ديزيز، هل عندك امراض. طبعا انا لو عايز هطبق هنا كولد ابلكيشن يبقى خاصه بالسنسيشن كلها، فيبقى عندي السنسوري ديفيسيتس هايبر، في عيانين عن هايبر سنسيتيف للكولد، فتبقى دي بريكوشن معايا، احطه تاولينج، ممكن الف الكولد ابلكيشن دي في تاول، في تاول طبعا عشان السنسيتيفيتي اللي عنده ديت. بيشنت عنده امبيرد سيركيليشن، امبيرد سيركيليشن، فساعتها انا مش هحط دايركتلي اوفر ذا اريا اوف كومبرومايز سيركيليشن، الفها بتاولينج زي ما زي العيان اللي هو هايبر سنسيتيف تو ذا كولد، تو كولد. خلاص البيشنت الهايبر تنسيف اللي هو عنده ضغط عالي بيحصل، خلي بالكم كولد ابلكيشن عشان تعمل فاسو كونستريكشن، فممكن يرفع لي بلاد بريشر، مش سيستماتيك طبعا بس ريجونال على الاقل، ولو زاد الكولد ابلكيشن الديوريشن بتاعته زي ما احنا قلنا موضوع او لارج سيرفيس اريا اتعرض للكولد ابلكيشن ممكن يعمل لي فاسو كونستريكشن في منطقه ثانيه، تمام. فاخلي بالي من العيانين اللي هم الهايبر تنسيف برضو، ويفضل ان انا اقيس قبل وديورنج وبعد الايه الكولد ابلكيشن لو العيان دوت ضغطه مرتفع باستمرار، تمام. عشان كده بقول لكم لازم ناخد هيستوري محترمه من العيان لو عنده اي بريفيوس ديزيز او بيسموها ايه باست هيستوري، باست هيستوري ان شاء الله المفروض هتاخدوا الكلام ده في الشيت من اول الشيت البطنه في سنه ثالثه. كونترا انديكيشنز بقى تو كراي ثيرابي،
خلي بالنا بقى مهم جدا، كولد سنسيتيفيتيز، بيحصل احيانا كولد ارتكاريا. ارتكاريا طبعا حساسيه، الحساسيه ديت ممكن تبقى لوكال ممكن تبقى سيستماتيك. سيستميك اللوكال لو هو بيحصل ارتكاريا، يحصل اتشنج هرش، البيشنت يقعد يهرش بسبب الكولد، في ناس كده خلاص. لو سيستميك يحصل فلاشنج في الفيس، تمام، يحصل انكريزنج هارت ريت طبعا بعد الـ بعد الفازو دايليتيشن اللي بيحصل. فطبعا لازم اكون سائل العيان، هل انت عندك، هل انت سنسيتيف هايبر سنسيتيف تو كولد، هل بيحصل لك ارتكاريا من الكولد ابلكيشن. طبعا ممكن العيان يقول لك، يقول هيبقى عارف لان هو اتعرض قبل كده مثلا في البيت لكولد، او البيشنت اتعرضت مثلا لكولد ابلكيشن فحصل لها ارتكاريا دي، تمام. في عيانين تاني عندهم حاجه اسمها، هو مرض نادر، كرايو جلوبيولينيميا. كرايو جلوبيولينيميا ده بيبقى ايه؟ هو مرض نادر بس يعني، بس ممكن تخبط فيه، ممكن تتعرض للبيشنت زي كده. ده بيبقى ابنورمال بلاد بروتين. احنا البلاد ده عباره عن بلاد، الاستراكشر بتاع البلاد نفسه، البلاد فلويد، عندي ريد بلاد سيلز او بلاد سيلز عامه، ريد بلاد سيلز، وايت بلاد سيلز، البليتلتس او ريد بلاد كورباسلز والبليتلتس اللي هي الصفائح الدمويه، وفي البلازما، وفي بقى البروتين بقى بلاد بروتين. ففي حاجه اسمها الكرايوجلوبولينز، دي بتكون الدم، بتزود الفيسكوستي بتاعته، فيبقى كانه جيل سابستنس زي جيل كده خلاص. بالكولد ابلكيشن يحصل الكلام ده هو، فده يبقى كونترا انديكيتد، ابسوليوت كونترا انديكيتد للكرايوثيرابي خلاص. رينولدز ديزيز دوت، ان انت بتيجي تعمل كولد ابلكيشن، العيان يبقى سيانوتيك، يحصل له سيانوزس، لوكال سيانوزس، يزرق او يبقى شاحب خلاص، بيلور خلاص. بيحصل فين اكتر حاجه؟ في الهاندز اند فيت. يبقى اخلي بالي العيان اللي هو عنده رينولدز ديزيز ده، مشهور جدا على فكره وشائع جدا المرض ده خلاص، فاخلي بالي جدا، ده كونتر انديكيتد طبعا. حاجه ثالثه اسمها، او رابعه حاجه اسمها باروكسيزمال كولد هيموجلوبينوريا. هيموجلوبينوريا ده بيحصل abrupt presence of blood in the urine، يعني تلاقي كده اهوت في دم نزل في البول، ده نتيجة الكلام ده اهو خلاص. يبقى ده كونترا انديكيتد للعيان. عشان كده الهايلايتد سنتنس ديت اللي انا بقول لكم عليها، detailed patient history of any previous disease should be carefully taken، تمام يا دكاترة. ما اجيش على طول بقى ايه، يلا حط الكولد ابلكيشن كذا كذا، لا، لازم طبعا باخد منه شيت اثناء الاسسمنت في الاول، اشوف البريفيس ديزيزز، بشوف الباست هيستوري، فاميلي هيستوري، اي هيريديتري ديزيز، يبقى شيت كده محترم للعيان ابقى عارفه. اخر حاجه خالص بقى اللي هو موضوع هيت اور كولد، يعني استخدم امتى الحراره وامتى استخدم التلج. الكولد زي ما احنا قلنا طبعا في نفس، في وسط الكلام، in the management of pain associated with acute injuries، زي مثلا عيان حصل ligamentous injury، حصل في الملعب بيلعب، راح حصل twisting movement، حصل ACL، حصل infusion محترم، هتروح حاطط له تلج على طول خلاص. هل ينفع احط له heat application؟ لا ما ينفعش. الهيت ابلكيشن ممكن استخدمها في الايه؟ في الكرونيك بين او كرونيك ديزيز، زي اللو باك بين، زي السيرفايكال بين او نيك بين، نون سبيسيفيك نيك بين، نون سبيسيفيك او لامبر ديسك برولابس خلاص. استخدم معاها موضوع الايه؟ الهيتنج ابلكيشن. ولو في اي سؤال ابعتهولي. ده كان كولد او الكولينج ايجنتس. اتمنى تكون كانت محاضره يعني خفيفه، خفيفه الظل. والى اللقاء ان شاء الله في ايه، اخر محاضره اللي هي اسمها بالنيو ثيرابي. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.